إذن هذا اللي أوت، هذا اللي أوت للأدابتر، بدي سميته أدابتر أنا. طالما إنه هذا الأدابتر للليست فيو يا جماعة، معناته هذا بده يكون فيه ثلاث عناصر. أول إشي بده يكون فيه الشاشة اللي هي صورة، عفواً بده يكون فيها صورة، وهي فيها بتاخذ عنصر اسمه إيميج فيو. إيميج فيو ممكن تحدد حجمه، حجم الصورة يعني 120 دي بي، الهايت، الويد برضو كمان 120 دي بي، تمام. وهنا بدك تعطيها السورس، السورس تبعها، سورس الصورة، مصدر الصورة وين؟ من الدروبل، تمام. احنا انا عندي في صور جايبهم، هيهم تمام، هاي صور موظفين، بتقدر تعملهم كوبي ماشي مباشرة، يعني كتير الاندرويد سهل، تحطهم في دروبل كوبي وبعدين بيست، هاي من هون مباشرة بقول لك اوكي بيست خلاص، هاي صاروا موجودين في دروبل، يعني سهلة جدا العملية. بس بتحط الصور في الريسورسز في الدروبل زي ما انت شايف. الآن لما تيجي تعمل أنت حيجوا لك كل الصور. احنا بدنا مش هيك بدنا نعبي، بس بدنا أول إشي يعني خلينا نحط اللي هو 01 أول وحدة ماشي؟ تمام، هذه أول صورة. هلا بتيجي أول صورة في الديزاين هي، تمام؟ ماشي. الآن بإيش بدي كمان أنا؟ بدي سالري يعني تكست فيو. هاي ماشي، راب كونتنت، راب كونتنت اوكي، اللي هو ايش تكست. هلا بس بدنا نكتب سالري وبعدين هو لحاله بيجي الرقم فيها، تمام. هاي اي دي سميها سالري، وهي تكست سايز، تمام. 25 اس بي خلاص، تمام. وهذه اللي هي اسمها اللي هي النيم، الاسم. وهنا بدنا الويدث اللي هو الماتش بيرنت اللي بضل من الشاشه ياخده، عشان هيك انا خليتها اخر واحده، تمام. في الديزاين هيك بتكون السالري والنيم. ليش عاملين هيك فيرتيكال؟ يعني هم انا بدي اياها فيرتيكال. طيب خليها فيرتيكال، خليها فيرتيكال. خلينا نحط لينير لي اوت هنا، الويد ماتش والهاي تراب، تمام. سكر وافتح هاي. طبعا هي باي ديفولت هنا هوريزنتال، شيل هدول وحطهم هنا. ليش انا عملت هيك؟ مكان خليت هذاك هوريزنتال وبس، لاني بدي احط عنصر هون ثاني اسمه فيو، اسمه فيو. هذا العنصر هيو ماتش بيرنت راب كونتنت. ايش الفيو بيعمل؟ الفيو ولا شيء، يعني هون الهايت بس بدي اخليه 10 دي بي الهايت، تمام. واعطيه باك جراوند فيو، يعني اي شيء مربع او اي حاجه، تمام. باك جراوند، تمام. ممكن تعطيك اي كلر، يعني خليه برتقالي هيك، تمام. هلا شوف الديزاين كيف صار، شايف عملت خط بين كل، بيفصل بين كل واحد والثاني. هاي السالري وهذا النيم صح. طيب انا ممكن انا امطهم شويه، يعني اوسعهم، خليها زي هيك عشان يجوا مع اللي هو الصوره، تمام. وهذا كلام. بعدين ايش بقول له؟ جرافيتي، تمام، سنتر، ونفس الاشي لهي، تمام. هلا في الديزاين كيف صاروا بهذا الشكل، تمام. ممكن توسع هنا، تعطي مارجن قبل شويه وقبل النص عشان ما يكونش لازق في الحرف هنا، يعني ممكن تعمل مارجن ليفت، مثلا 3 دي بي للسالري يعني.
ورايت كمان 3 دي بي عشان ما تكونش في الديزاين، بكون شويه هي شويه تمام. اوكي بس هذا الموضوع صار زي ما انتم شايفين، عملنا اللي اوت الخاص بالادابتر، هذا التخطيط الخاص بالمين الخاص بالادابتر، واعطينا اياهم الاسماء. يعني هذا كان في له اي دي اسمه سالري، وهذا اي دي اسمه نيم. الايمج ايش حطيناها؟ لازم نعطيها اي دي، هاي اي دي سميها ايمج صوره يعني، ماشي تمام سميناها ايمج. مؤقتا حطينا الصوره تبعت الاول، لكن انا بدي اياهم تلقائيا يجوا كلياتهم. هلا بنشوف كيف بدنا نعبيهم. تمام الان بالنسبه للادابتر، هاي الادابتر. طيب قبل ما هاي الادابتر بدنا نشتغله، يعني لسه ما بدينا فيه، بس بالاول بدنا نجهز الموضوع. يعني هذا الكلام ما بدناش اياه الان. تمام انا بدي اعبي الليست فيو من وين؟ بدي اعبي البيانات في اري وابعثها للادابتر، وبعد هيك اعطي الادابتر لمين؟ اعطي الادابتر للليست فيو. اذا انا بالاول بدي اعمل اري، يعني بدي اعبي الداتا. كيف بدي اعبي الداتا؟ الداتا اللي عندي هي الصور، هذه الصور، وفي عندي اللي هو الاسماء. تمام؟ يعني انا بدي كلاس، بدي كلاس اللي هي ايش؟ امبلوي. هذه الكلاس فيها اللي هو السترينج نيم، وعندي الدبل سالري، تمام، وفي عندي اللي هو الانتجر الايمج. طبعا بعرفها على اساس انها انتجر، تمام، لانه الريسورس دائما الريسورس تبع الايمج انتجر. قلنا الريسورس، كل الريسورس هذا كلياته انتجر، فالايمج هي عباره عن ريسورس، عباره عن ريسورس، فبالتالي بعرفها على اساس انها انتجر، تمام، لاني بتعامل معها من خلال الريسورس تبعها. تمام هاي هون بابليك، ممكن من هنا على طول اللي هو ريفاكتور كود كود، وبعدين هنا جنريت اي جيتار وستار للكل. تمام بعدين كود وجنريت الكونستراكتور. بهذا الشكل تمام، وممكن نعطيها الكونستراكتور اللي هي الديفولت كونستراكتور بابليك امبلوي. خلاص هاي الكلاس تبعت الامبلوي، بس انا عملتها يعني بس الكلاس تبعت الامبلوي جاهزه. خلاص الستر والجيتر عملتهم باي تلقائي، والكونستراكتور عملتها تلقائي. طيب الان ايش بدي اسوي؟ بدي انا اعمل array of employee، array of employee، واعطيها لمين؟ للادابتر. بس قبل بدي اعبيها، بالاول بدي انا اعبيها، تمام؟ خلينا نعبيها، ممكن نعمل اكثر من array او مباشره، يعني مباشره تمام، يعني خلينا نقول هنا list of employee، تمام سميها list. ممكن بتصير تجيب الداتا مستقبلا من داتابيز وتعبي في الليست فيو. يعني اليوم احنا بس بنعبي، بس بناخذ داتا من عندنا احنا بنعملها، بس الاصل انه انت الداتا ممكن تجيبها من داتابيز، تقراها، تجيبها من اذر نتورك وتعبي في الليست فيو. تمام نيو اري ليست اوكي امبلوي.
تمام. هلا انا بدي اعبي الليست هاي ليست دوت اد. تمام، بتقول له نيو امبلوي. هاي نيو امبلوي، اول شيء ايش بده؟ بده النيم، مثلا سميه احمد. هاي الاسم الاول احمد. تبعته مثلا 1200 السالري. الان الصوره تبعته، الصوره اللي هي ايش؟ دغري ار دوت دروبل تمام دوت ايش اللي هي ام 1. هاي الصوره انتجر طبعا. هيك خلصنا الامبلوي الاول، ضفناه في الليست. طبعا انا العمليه مختصره، ممكن انا ايش اعمل الامبلوي مباشره، اعمل الامبلوي هنا واحط اي. يعني هذه العمليه ممكن نختصرها بالطريقه هذه. بس انتم ما شاء الله يعني عليكم كبار الان، يعني ممكن نقول بهذا الشكل امبلوي اي بتساوي ايش؟ بتساوي هذا الكلام. تمام، وهذا بنحطه اي هنا هيك. هيك صح، تمام مظبوط. يعني فاحنا عشان نوفر وقت ليست دوت ايش دوت اد، حط الايش الثاني نيو امبلوي. خلينا نحط الخمسه. هاي سامي أحمد، سامي علاء مثلا، أي أسماء. 1400 سوري. وهذا ام بي 2 ماشي. هاي كنترول سي تمام. أيوة قديش هم؟ خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خلص هنا محمد، محمد إبراهيم مثلا. أوكي ميسا، عشان نقول أسماء بنات. ميسا علي، أي إشي. أحمد قلنا تمام. خلصوا الأسماء. مصطفى مثلا، مصطفى عادل. هاي الصور ثلاثة. تمام، هذه مش موجودة. أربعة. هذه ام 04 هنختارها اختيار على اساس انه كيف علي صوتك عشان هبني عشان ايش؟ عشان هبنت ما ظبطت. تمام اوكي. رينيم، نغير الاسم بس نظبط الاسم. رينيم في خلل بالاسم. اي ام سوري ام 04 دوت الصورة لازم تكون أحرف صغيرة دكتور ولا كيف؟ علي صوتك بدي أسمع. الصورة لازم تكون أحرف صغيرة. كل شيء بالريسورس الأفضل يكون أحرف صغيرة. هاي إجت تمام. كل شيء بالريسورس. شفت هنا لما كنا رح نسمي أشياء
كلياتها حرف صغيره، فيش شيء كابيتال. والفراغ اندر سكور، فيش فراغ طبعا، اندر سكور دائما لما بتفصل بين الكلمات. ماشي، انا عبيت هون، عبيت الليست، عبيت الليست. هلا بدي اخذ انا ايش؟ بدي اخذ من الماي ادابتر اللي انا عملته، ماي ادابتر هيو ايش؟ سميه اي دي بتساوي نيو ايش؟ نيو ماي ادابتر. تمام؟ لسه ما عملناش الكونستراكتور تبعته. طبعا ايش بدنا ناخذ؟ طبعا هون بدي اودي له الكونتكست اللي هو ذس، واعطيه ايش؟ واعطيه الاري تبعتنا اللي احنا عملناها وعبينا فيها الداتا هي. يعني هيك بدي انا. يعني هيك انا بدي اعطيه الكونتكست، لانه الكونتكست انا بحتاجه في الادابتر. تمام؟ لانه من خلاله بنعمل لي اوت احنا، صح؟ الا ما تحتاج الكونتكست هناك، عشان هيك بتمرر الكونتكست. تمام؟ يعني حتى في الاري ادابتر كان بيحتاج الكونتكست هو، صح ولا لا؟ والاري. تمام؟ بس طبعا هذا الكلام احنا لسه ما عملناه، فخلينا نوقف هذا الشغل هنا هيك ونروح نخلص الموضوع. هاي الماي ادابتر اللي انا عملته. تتذكروا لما انا حطيت هون بيز ادابتر قال لي بدك تبني هدول الميثود، هلا بنبنيهم واحده ورا الثانيه. قبل ما نبنيهم بدي انا اعمل له الكونستراكتور تبعته، بابليك ماي ادابتر. هاي ايش بدها تاخذ؟ بدها تاخذ كونتكست، هيا كونتكست. تمام؟ وبدها تاخذ ايش؟ ليست من نوع ايش؟ امبلوي، ليست اوف امبلوي. خلاص؟ سميها ايش ما بدك، سميها هنا ليست. اوكي؟ وهي كونتكست. تمام. الان هون زي ما بدي انا هنا، يعني انا عشان اقدر اتعامل معهم داخل الكلاس بدي احطهم وين؟ بدي احطهم اتريبيوت في الكلاس. يعني عشان انا بدي اخذهم من الكونستراكتور. طب مش انا مررتهم للكونستراكتور، بدي اخذهم اوديهم للكلاس عشان اقدر اشتغل فيهم. هاي بدي احطهم هنا. تمام؟ تمام. وهون بدي اقول له ايش؟ ذس. هاي بدي اوديهم ذس. الكونتكست ايش بيساوي؟ بيساوي الكونتكست اللي هو هذا. تمام؟ و ذس دوت ليست ايش بتساوي؟ بتساوي الليست هذه. هيك انا بكون اخذت الليست الاري تبعتي، الاري اوف امبلوي، واخذت الكونتكست. تمام؟ صاروا موجودين معايا، هيهم موجودين معايا. لما انا بعمل نيو باخذ اوبجكت من الماي ادابتر، تمام؟ بمرر له الكونتكست والداتا، هذه الداتا اللي الاسماء، اسماء الموظفين، الصور وكذا الى اخره. تمام. اولا هاي خلينا نبني الان ايش؟ نبني هذول الميثود. اول شيء بابليك، هاي ايش بترجع؟ انتجر. جيت كاونت يعني قديش هنا؟ بقول لي قديش عددهم. طب ما هو عددهم موجودين في الليست، هاي ليست دوت ايش؟ دوت سايز. شوف مسهلها هاي، بس هاي انا برجع له السايز. هيك انا رجعت ايش؟ عدد الناس، عدد الناس الموجودين في الليست، يعني عدد الريكوردز الموجودين وين؟ في الاري. خلاص؟ تمام. هون بقول لي اوبجكت بده يرجع مين؟ بده يرجع امبلوي، يعني وكانه حسب البوزيشن، حسب البوزيشن بده يرجع امبلوي. بقدر انا ارجع امبلوي حسب البوزيشن، يعني ليست دوت ايش؟ ليست دوت جيت، صح؟ اللي هو البوزيشن. بس فيش مشكله، هذا هي. يعني انا باخذ البوزيشن هذا وبدي ايش؟ وبدي اللي هو، ما هو هذه array of ايش؟ array of employee، صح ولا لا؟ هذا اوبجكت طبعا تقدر تعمل له كاستنج لمين؟ لامبلوي، بتقدر تاخده. يعني هاي لما انا بدي برجع امبلوي. تمام؟ فهمت كيف؟ يعني انا ليست دوت جيت بوزيشن، هاي انا بدي اعطيه البوزيشن وهو ايش؟ يرجع لي مين؟ الامبلوي على هيئه اوبجكت برجع. تمام؟ تعمل له كاست بيطلع امبلوي. تمام. هون لونج جيت ايتم اي دي، اللي هو البوزيشن، بده الاي دي تبع البوزيشن، يعني هو نفسه. هاي مش مهم، ممكن تحطه صفر، تخليه صفر، او ممكن تقول له
list dot ايش index of index of تمام هذا يعني هيك عملناها وين ودك يا جحا كده تمام يعني انا برجع له الاندكس تبعه هو نفسه بوزيشن يعني بدل ما تعمل هيك هو بوزيشن نفسه خلص رجع بوزيشن نفسه تمام اوكي جيت فيو جيت فيو هذه اهم ميثود في موضوع الليست فيو عشان انت تعمل هذا يعني هنا ايش اللي بده انا بدي اعمل بدي ارجع فيو هاي الميثود بدها ترجع ايش بدها ترجع فيو كل مره بدها ترجع فيو شو اللي فيو اللي بدها ترجعه اللي هو هذا وين الرسام هاي كل واحد فيهم فيو هذا فيو وهذا فيو تمام يعني انا بدي ارجع فيو تمام فكيف بدي ارجع الفيو تمام هلا بدي اعمل فيو انا كيف بدي اعمل الفيو في عندي شغله اسمها في شغله اسمها كلاس اسمها لي اوت انفليتور يا جماعه لي اوت انفليتور سميها لي اوت انفليتور ايش بتساوي تمام بتساوي نيو لي اوت انفليتور تمام او لا بتساوي forms بتساوي استنى نفسها هي layout inflator dot dot form تمام layout inflator نفسها بتساوي هيك بتعمل انت layout inflator وبتعطيها الكونتكست قلت لك انا بلزمني الكونتكست طيب هاي انا استخدمتها الكلاس اللي اسمها layout inflator عشان انا بدي احول الاكس ام ال اللي هو اللي اوت اللي انا عملته قبل شويه اللي هو هذا هذا هو ولا هذا الاكس ام ال بدي احوله لايش بدي احوله لفيو داخل الليست فيو عشان انت تقدر تحوله انا هنا مش في الاكلاس تبعت الاكتيفيتي انا هذه ماي اون كلاس وفي شيء عندي ميثود اسمها اللي هي الموجوده وين في الاكتيفيتي ايش اسمها هيها سيت كونتنت فيو بعطيها الفيو لا هون ما بنفعش استخدم هاي الميثود لان اصلا مش موجود في الاكتيفيتي صح ولا لا انا في ماي اون كلاس اللي هو ادابتر فانا بدي استخدم الكلاس اسمها layout inflator عشان اعمل انفليت يعني احول الاكس ام ال لفيو تمام في عندي في هاي الميثود في هاي الاوبجكت اللي انا عملته اللي اسمه layout inflator في عندي انفليت هذه ايش بتاخذ اول شيء بتاخذ الريسورس تبع مين r.layout dot ايش layout اللي انت تو ادابتر تمام وبعدين بتاخذ بتاخذ اللي هو هون هيو شايفه بيرنت تاخذ البيرنت تمام اللي هو فيو جروب هون البيرنت لازم تاخده تحط لها اياه وهون بتقول له فولس هاي معناتها فولس لايش فولس يعني هل الداخل داخل نرجع تاني بس على الرسام عشان نفهمها هل داخل هذول واحد فيهم بده نعمل له ادابتر ثاني يعني بده يكون في بده يتفرع منه ادابتر لا فانا بقول له لا يعني انه بس هذا الادابتر خلاص تمام فهذه ممكن ترو ممكن ايش اتاتش تو روت فقلت له ايش يعني روت معناتها انه هو بده يكون روت لا ايش لا شيء ثاني تمام طبعا ما في شيء فقلت له فولس تمام بس هيك انا عملت انفليت تمام هاي ايش بترجع يعني هذا ايش بترجع فيو سميه ماي فيو
تمام. هاي يعني هذه الميثود اللي هي انفليت دائما بترجع ايش؟ بترجع فيو. هيها بترجع ايش؟ بترجع فيو. هو هذا ماي فيو، هذا الماي فيو اللي انا اصلا بدي اياه ارجعه، اللي انا بدي اياه الميثود هذه، وانا اصلا قاعد ببنيها الميثود اصلا، مش كده ولا لا؟ بس لسه ما خلصتش يا جماعه. يعني انا عملت انفليت لمين؟ انا عملت بس انفليت، يعني انا بس اللي سويته زي ما عملت زي هاي العمليه. يعني انا عملت انفليت لكل فيو خلاص. طيب انا كيف بدي اعبيه؟ يعني انا كيف بدي اعبي اللي اوت هذا؟ اللي اوت هيك هيكون فاضي، هيظهر على الشاشه، بس لما يظهر على الشاشه هيظهر فاضي. تمام. يعني انا كيف بدي اعبيه؟ الان بدي اخذ من الليست اللي انا جبتها على الادابتر، هاي الليست، هذه الليست انا جبتها على الادابتر هي، وفيها الداتا. تمام. فانا بدي اعبيها، بدي اعبي هذا الفيو اللي انا عملته، هذا الفيو اللي انا عملته فاضي. تمام. لسه انا بدي اعبيه. عشان انا اعبيه ايش بدي؟ بدي امسك العناصر اللي فيه بالاول زي ما كل مره بنعمل، صح؟ طيب كيف بدي امسك العناصر اللي فيه؟ بدي اولا تكست فيو اسمه نيم، مزبوط ولا لا؟ مش في عنصر اسمه نيم؟ من وين؟ من الماي فيو. هلا من وين؟ من الماي فيو. ما فيش عندي، انا قلت انا مش في الاكتيفيتي، فايند فيو باي اي دي، هاي موجوده وين؟ موجوده في الاكتيفيتي، وموجوده وين؟ في الفيو. تمام. فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت نيم. هذا الاي دي وين موجود؟ هذا الاي دي من وين جبته انا؟ مين يتكلم؟ مين يجاوب؟ هذا من الكلاس اللي عملته جديد على الامبلوي، اللي هو اللي اوت قصدك؟ هذا اللي اوت، هذا اللي اوت. طيب النيم مظبوط ولا لا؟ هاي وين؟ مش في واحد اسمه نيم؟ ايوه نيم، مش كده ولا لا؟ صح؟ صحيح. تمام. هذا النيم. بعدين بدي كمان تكست فيو اسميه سالري، برضه من الماي فيو دوت فايند فيو باي اي دي. تمام. ار دوت اي دي دوت ايش؟ سالري. 10 دقائق وتخلص المحاضره، يعني احنا او شكلنا نخلص يعني. تمام. الان بدي الايمج فيو، ايمج فيو. تمام. سميها ايمج، ايمج فيو ماشي، بتساوي ماي فيو دوت فايند فيو باي اي دي. تمام. ار دوت اي دي دوت ايمج، ولا عمرها اجت غير لحالها، هاي الصوره بتجيش انت غير تحط. تمام. طيب هذول انا عملت ريفرنس الان يعني ربطتهم، هذول ريفرنس لمين؟ للعناصر اللي موجوده في هذا اللاي اوت. هيني انا صرت قادر اتعامل معاهم الان. الحين بدي اعبيهم، بدي اخذ امبلوي، هاي امبلوي اي ايش بيساوي؟ ليست. تمام. دوت جيت بوزيشن، هو معطيني البوزيشن دباك، وهي المكان تبع العنصر هذا. هينا اخذت الامبلوي اللي موجود على العنصر اللي انا ضغطته. تمام. او عفوا اللي طلع، اللي وصل، اللي انعمل له انفليت واحد واحد، هو بيعمل انفليت ليعبي الليست فيو. خلاص. تمام. الحين بدي اخذ من الامبلوي هذا من الامبلوي هذا واعبي في العناصر هذه. كيف بدي اعبي؟ يلا مين يقول لي؟ نيم دوت ايش؟ دوت سيت تكست، صح؟ وايش بدي؟ اي دوت ايش؟ دوت جيت نيم، صح؟ هي انا عبيت النيم. طيب بدنا نعبي مين؟ السالري. سالري دوت ايش؟ سيت تكست اي دوت ايش؟ جيت سالري. هاي بدها هيك عشان تحولها لا سترينج، لانها دبل. تمام. ضلت الايمج، ايمج فيو. الايمج فيو عاد هون بدك تعبيها من خلال انت ايش عندك، ايش معك؟ معك الريسورس. تمام. اكتب لي هنا باي ريسورس، طلع هون ست ايمج بتماب بديش اياها، ست ايمج ريسورس.
ست ايمج ريسورس، تمام؟ انا بدي اعطيه ريسورس هو ياخذه كايمج. هيو وين الريسورس تبعه يا جماعه؟ اللي هو اي دوت ايش؟ دوت جيت ايمج. هذا انتجر، هذا انتجر خزن فيه الريسورس، فهو هنا بده ريسورس عشان يعرضها كايمج في الايمج فيو. ماشي خلاص تمام خلاص. بس واحنا طبعا الايمج فيو هذا اصلا احنا حطيناه، اعطيناه له اياه. بس هيك انا بكون خلصت، هيك انا بكون خلصت. طبعا لسه هذا بده شغل، يعني هذا ممتاز. هيك الوضع، يعني احنا خلصنا تقريبا، عملنا الادابتر تمام. قلنا اخذنا الكونتكست والليست. الكونتكست استفدت منه في اللي اوت، يعني هون احتجته لما عملت لي اوت انفليتور تمام. اللي اوت انفليتور فيها ثلاث اشياء بدنا نحفظهم، البيرنت هيو موجود عندي، و فولس، واسم الايش الادابتر تبع تبع اللي اوت. وهي الادابتر انا كنت عامله باكس ام ال جاهز تمام. بعدين قلنا بدنا نمسك العناصر اللي موجودين في اللي اوت، مسكناهم من خلال ان انا عملت لهم ريفرنس تمام. وبعدين اخذت عنصر حسب البوزيشن، هي البوزيشن موجود، وعبيته، اخذت من الليست، يعني هذا الامبلوي اخذته من وين؟ اخذته من الداتا اللي انا بعت اللي جبتها تمام. وبعدين اخذت وعبيت وين؟ وعبيت في العناصر هذول تمام. هيك اتعبت، المفروض تكون اتعبت الليست فيو خلاص. طيب ضل شغله بسيطه هنا، بدنا نصحح الكود هذا الان. هيك ما فيش عندنا مشكله، هيك جاهز. هاي ذس الكونستراكتور والليست هيني بعثت له اياها، وهي ال في جاهزه هلا هيك. لما يضغط طبعا مش حتكون تكست هنا، هنا مش حيرجع تكست تو سترينج، يعني هنا حيرجع امبلوي. تمام هنا حيرجع امبلوي جيت ايتم ات بوزيشن. جيت ايتم ات بوزيشن، كيف بدي اجيبها؟ اجيب الامبلوي، بديش سترينج انا تمام. ال في دوت جيت ايتم ات بوزيشن تمام، اللي هو ايش؟ بوزيشن تمام. بس حطها هيك تمام. هذه اعملها كاست امبلوي صحيح، عشان هذه امبلوي اصلا تمام. هنا بتحطهم بالتوست عادي، تقول له item dot ايش dot get name زائد اي فراغ وزائد item dot get سلام تمام. اوكي هلا انا بس بدي اضغط عليه بصير لي بياه بالتوست. بس خلينا نشوف ونشغل وبعدين نعلق على الموضوع. خلص الوقت. صباح الخير. بدك تشتغل ورايا، يعني اي تطبيق بنعمله بدك تعمله، بدك تجتهد. الاندرويد مش صعب، بسيط، لكن بده شغل تمام عشان تقدر تحفظ هذا الكلام. تمام. هلا اجت الليست فيو بس فاضيه. ليش فاضيه؟ مين يقول لي ياخذ علامه؟ مين يقول لي ياخذ علامه؟ وين الغلطه اللي ما عملناها؟ يفترض تروح على المين اكتيفيتي الشاشه ونعمل فيو. لا لا لا، انا ما اعطيتش، ما اعطيتش ال في الادابتر، ست ادابتر تمام. هي الاي دي تمام، يعني انا لازم لما بعمل ادابتر هذا بعطيه لمين؟ للليست فيو، صح ولا لا؟ يعني هذا الادابتر كل شغلنا اصلا عملناه عشان نعطيه لمين؟ للليست فيو. يعني هذا الليست فيو ست ادابتر مهمه جدا، هاي هاي الستيتمنت، واعطيه الادابتر بس عشان هيك عمل لي الليست فيو ما جاب ليش الداتا. بس
تمام، شايفين الليست فيو هاي طبعا تقدر تكبر تصغر بهذا الشكل. لاحظ لو انت ضغطت على هذا هيو بجيب لك المعلومات تبعته، لو ضغطت على هذا بجيب لك المعلومات تبعته، لو انت ضغطت على هذا بجيب لك المعلومات تبعته. تمام، اذا الان بدينا نقدر نعمل احنا شايفين هاي الليست فيو. يعني انا زي مثل ما حكيت لكم من اهم العناصر الشاشه في اللي المطلوبه في تطبيقات الاندرويد، لانه كل شيء الليست فيو. يعني انت بس اهم شيء بدك تعرف تعمل ادابتر، يعني ممكن مش بس تعمل 3 4 5 10 وتكبر كمان المساحه زي الفيسبوك زي الواتساب الى اخره. تمام، بهذا الشكل. المحاضره الجايه ان شاء الله بنشوف كيف لو بدنا نعمل ديليت لعنصر من الليست فيو، لو انا بدي اعدل عنصر في الليست فيو، بدنا نعمل دروب، بدنا نعمل اللي هو بدنا ناخذ اللي هو الديالوج، بدنا نعمل سيرش. يعني كيف انا بدي اعمل سيرش في الليست فيو، لو انا بدي فلتر حسب السيرش. فخلينا المحاضره الجايه. طبعا الليست فيو هاي لسه حنضلنا فيها 3 محاضرات، لانه هي شغل التطبيقات، هي شغل التطبيقات. بتمنى انه الجميع يكون فهم المحاضره.